السلام عليكم. في سؤال بيقول: هل انت شايف ان الاي اي هيحل محل البيم والمهندس المعماري؟ طيب خلينا نسأل سؤال تاني: هل البيم حل محل المهندس المعماري؟ هل احنا لغينا المهندس المعماري واعتمدنا على البيم، ولا البيم ادى اضافة للمهندس المعماري؟ هي دي الفكرة، مفيش احلال. تمام، لا ده بالعكس، البيم جه ادى تولز والمهندس المعماري بقى يشتغل شغلانة ادق في الشغل، ويطلع له الحصر في وقت قليل، وبدأ يركز على التصميم والحاجات دي كلها. فالاي اي هيحل محل البيم؟ هيلغي البيم؟ لا، هيبقى البيم جواه الاي اي. الريفل بقى فيه ادوات للبيم، بقى فيه ادنس متسطبه جواه، الاركيكاد، البرامج كتيره جدا من البرامج اللي احنا كنا شغالين بيها بيم بقى فيها اي اي. بس عادي، لا البيم اتلغى ولا المهندس المعماري اتلغى، الاي اي هسهل على المهندس المعماري. مفيش حد مش متخصص هيجي ويقول لك انا هصمم البيت بالاي اي وخلاص. ماشي، اداك حاجه شكلها حلو، جيت تنفذ لقيت مفيش منفذ ومفيش تنفس ومفيش مكان تقعد فيه ومفيش راحه نفسيه وامراض والحاجات دي كلها. فاكيد اكيد يعني اللي هيستخدم الذكاء الصناعي من غير ما يرجع لحد في التخصص نفسه ممكن يحصل له مشاكل كتير. زي واحد كان بعت لي بيقول لي اشعه هي وعايز ذكاء صناعي بدل ما اروح لدكتور. لا، انت ما تلغيش الدكتور، الدكتور هو ليس للذكاء الصناعي، بحيث ان الذكاء الصناعي ممكن يديله او ملحوظات او يديله تنبيهات على حاجات معينه. فالذكاء الصناعي، الذكاء البشري بقى ان انت تستخدم الذكاء الصناعي في الشغل بتاعك وتوفر وقت. الذكاء الصناعي مش هيلغيك من المعادله، لكن صاحبك اللي بيستخدم الذكاء الصناعي هو اللي ممكن يلغيك من المعادله. كنت انا شغال في شركه، مش هحكي تفاصيل، لكن البرمجه كنت شغال اوتوكاد، اوتوكاد مش بيم ولا حاجه، لكن اللي كنت بعمله بالبرمجه كان بدل ما حد بيقعد فيها 3 4 ايام كنت بعملها في ربع ساعه. تمام، فكانت الخطوره مش من البرمجه، الخطوره مني انا. هي دي الفكره، ان انت تتعلم، مش هقول لك تتعلم برمجه، تتعلم ازاي تستخدم الادوات، خليك مستخدم للذكاء الاصطناعي. مش هقول لك خليك مبرمج للذكاء الاصطناعي او اعمل لنا شات جي بي تي او، لا، خليك انت زي ما انت مهندس معماري شغال بالبيم وبتشوف الذكاء الصناعي، تابع بيم اريبيا، تابع القناه، وان شاء الله هتلاقي اخر حاجات بتحصل، يعني اخر التطورات بتنزل يوميا ان شاء الله على القناه.